المجيء ديالي جيت الاتحاد البيضاوي فريق اللي ترعرعت في الحي ديالو كاستاذ درست لمده 13 سنه. ثانيا ليس هناك تخوف مادام البطوله يلا بدات، اعرف جيدا اللاعبين مادام كنت نتبع اللقاءات، تنظن مع العمل ومع واحد الدافع النفسي داخلي عند اللاعبين كنظن اننا سنرجع الى المسار الصحيح في الدورات القادمه، ولا سيما ان المشكل اللي عندنا هو التجانس بين القدماء والجدد. وكان بالطبع انا متفائل لهذا الفريق هذا في الدوري، وان شاء الله رغم الصعوبه ديال هذه المقابله هذه لان غيكون في واحد التنقل كبير، كنظن ان شاء الله بالحافز الداخلي والخارجي لي دو موتيفاسيون انتريسيك اكسترنس اوني غالوا ان شاء الله. انا لا اؤمن بالاسماء ولا يعني بالزنديفيدوليتي اكثر ما اؤمن يعني بالمجموعه، فالان مجموعه جيده، مجموعه بالطبع غتقول الكلمه ديالها بالعمل بجديه وبالانضباط وحب القميص، هذا هو المبدا ديالي دائما في جميع فرق يدربت. الا كنا كنتكلموا لغه واحده فالفريق يمشي ان شاء الله ويرجع للمسار الصحيح. جمهور الاتحاد المحمدي اللي استقبلوني استقبال الابطال رغم انني ابنهم، انا ابن الحي كبرت في الحي درست في الحي، جميع الطلبه اللي اساتذه التربيه البدنيه لا بريبار قراو عندي، دونك انا طبعا عندي واحد الدين لهم لانه دائما كانوا مشجعين ديالي رغم اني كنت ادرب بفرق اخرى. تنقول تنوعدهم بان الفريق ان شاء الله يقول الكلمه ديالو في الدورات القادمه، نتيجه ان شريطه ان نتكلم لغه واحده وان نعمل يدا في اليد.